الشهادة الدكتورة والماجستير، صحيح ولا ما صحيح؟ ما حجة تحفظ القرآن، ما حجة تحفظ الحديث، حجة التوفيق على العمل بالعلم. الإخلاص هو الذي ينقصنا في الوقت الحاضر، فعلينا نراجع أنفسنا. ما أكثر العلم الآن، ما أكثر العلم لو واحد يجلس لك يقول لك أنا دكتور ولا ماجستير ولا معي مع مسمى ذيك الشهادة، يطرح مثل الوالي يوم يتكلم موضوع، مثل الوالي يطرح. لكن توفيق ماشي، إلا من نجاه الله وهداه ماشي توفيق. تلقى صلاة الجماعة تفوت، تلقى اللحية معقوقة، تلقى الدجاجة تسحب، تلقى يتكلم في عرض الناس، تلقى مشتح على الدنيا، تلقى يبي يتريس في الوظيفة. أجل مو الفائدة من علم والدي، مو الفائدة، شي فائدة؟ أحسن عنك واحد في الشارع ما يعرف شيء لكن مستقيم على طاعة الله تعالى، أحسن عنك. إيش الفائدة في شهادتك أنت والدي؟ ما شي فائدة. عن إيش أنا أقول ذا الكلام اليوم؟ عن إيش مو السبب؟ لأننا أشاهد أشياء وتوصلني أخبار عن بعض الناس، يعني عق علمهم ولافوا منا فلوس، فلوس واجد لافوا، لكن ما هي توفيق إلا بفضل الله عز وجل. التوفيق بمن؟ بفضل الله. وأفلح بالتوفيق قوم نصيبهم من العلم في راي العيون حقير، وتلك حظوظ للإرادة قسمها حكمة من يختارنا ويخير. نسأل الله أن نكون منهم. قولوا آمين.